حنا النورمال لاترالز من اللاترال سايد اوف ذا سكال. نورمال لاترالز حنشوف هذا البون هو التمبرال بون، هذا تمبرال بون، هذا ذا جريتر وينج اوف ذا سفينويد بون، هذا الفرونتال، هذا البارايتال، وهذا هنا الماستويد، ماستويد بروسيس، وهنا الاوكسيبيتال بروسيس. بالتمبرال بون هاي الفوسه هنا الدبريشن يسهلها تمبرال فوسه باديه، هذا الخط مفروض يصير اثنين بس هنا ما واضح، اثنين خطين، اول واحد الانفيريور تمبرال لاين وفوقه حيكون السوبيريور تمبرال لاين وحيخلصون بالماستويد وبالارش. هذني بالانفيريور حيتصل بيها عضله اسمها تمبرالس ماسل وهي اللي تسوي لنا التمبرال فوسه، والسوبيريور حيتصل بيه الفيشه مال المسل. بالتمبرال بون هنا عندنا هاي تيمبانيك بلايت، هذا التمبرال اللي هنا اسمه سكويموس بارت اوف ذا تمبرال بون، هنا تيمبانيك بلايت اوف ذا اوف ذا تمبرال بون، وبي اكسترنال اكوستيك مياتس، اكسترنال اكوستيك مياتس. هنا عندنا هذا قلنا شو اسمه زيجوماتيك بون، زيجوماتيك بون بي ثلاثة بروسيسات كل واحدة باسم العظم اللي بصفها، فعندنا هنا frontal process of the zygomatic bone اللي حيسوي articulation of the with the frontal bone، وعندنا هنا temporal process of the zygomatic حيسوي articulation with temporal bone، وعندنا هنا maxillary process of the zygomatic حيسوي articulation with maxillary bone. أما هذني الثلاث عظام اللي حولهن كلهن عندهن zygomatic process، فحيصير عندنا zygomatic process of the frontal bone, zygomatic process of the temporal bone, and zygomatic process of the maxillary bone. بعد إن هذا السوتشر ما بين zygomatic bone وما بين the frontal bone is zygomatic frontal suture، وهنا أنا zygomatic temporal suture. هذا اسمه zygomatic arch اللي يتكون من zygomatic process of the temporal bone و temporal process of the zygomatic bone and the zygomatic bone نفسه. هذا يسحوله zygomatic arch. هما تاني شارك بالzygomatic arch. زيجوماتيك بروسيس اوف ذا ماكسيلا. عندنا هنا نقطتين مهمه، انترسكشن مال سوتشر، نقطه لي ورا ونقطه لي قدام. اللي ورا هاي الانترسكشن ما بين هذا الليمدويد سوتشر وهذا هو التمبرو بارايتال سوتشر، وهذا هذا الليمدويد سوتشر، وهذا عندنا هذا الماستويد بروسيس، وهذا الاوكسيبيتال، هذا اسمه ماستو اوكسيبيتال سوتشر، وهذا لامدويد سوتشر، وهذا ما بين التمبرال بون وما بين البارايتال تمبرال بارايتال سوتشر. الانترسكشن مالتهم هاي النقطه اسمها استريون، اسمها استريون. نفس الشيء عندنا هنا اسمها تيريون، هماتين سوتشر ما بين اربع عظام على شكل اتش، تشوفون هذا شكل اتش شيب ما بين الفرونتال بون ما بين بارايتال تمبرال اند ذا جريتر وينج اوف ذا سفينويد. انترسكشن مال سوتشر ما بين الاربع عظام حيصير تيريون. هنا الارتكوليشن اوف ذا ماندبل، هذا قلنا الماندبل بي كورونويد بروسيس اند كوندايل بروسيس، وبي هذا الريماس اوف ذا ماندبل، هذا البودي اوف ذا ماندبل بون. الكوندايل حيسوي ارتكوليشن ويا من ويا التمبرال بون عن طريق فوسه، هاي الفوسه اسمها جلينويد فوسه اللي حتقعد بيها الماندبل. هذا الارتفاع اللي هنا بصف الجلينويد فوسة اسمه articular eminence، اسمه articular eminence. بعد عندنا هاي zygomatico facial foramen، هاي فتحة صار بالزيجوماتيك بون من جهة الفيشل اسمها zygomatico facial foramen. من جهة الجوة لو نشوف هاي foramen او نشوف هاي الفورامن من الانتيريور اسمها زيجوماتيكو تمبرال فورامن، زيجوماتيكو تمبرال فورامن، وهاي من برا اسمها زيجوماتيكو فيشا فورامن.